السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. اليوم يا أخوان راح نخرج الثعبان لوكو. طبعا هذيك المرة أطلعنا الأصلة الصخرية من أقوى الأصلات، هذا راح نطلعه بدنا ننظف الحوض عليه. طبعا لوكو الكل بيعرفه أخوان قوي جدا، والأصلة الصخرية قوية، هاي أصلات بتاكل الأخضر واليابس، يعني شو في الطبيعة محل ما هي موجودة بتلاقي بتوكل أي شيء. الآن نخرجها. اطلع يا لوكو، يلا هيك يا لوكو. تعال خليه يطلع، اطلع يلا. خليه يطلع لحاله، وبعد ما يطلع بنظفه خليه يطلع في المحل وبعديها بنرجع. ارجع لا لا تخش استنى 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 سكر يلا ارجع لا ارجع 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 يلا نظف الحوض بسرعة محمد، كيف كل شيء نظف الحوض، يلا اسرع. انا اصابك وانا كشفتك سكر سكر
نرجع. خليه هو لحاله. ايوه خليه يدخل، ايوه دخل. خليه يدخل هنا. هاي طلع لحالها. ايوه ذهب ورا الخطه، نجحت. شوف شو ما اطول، شوف لوكو طويل. خلينا يدخل لحاله بالحوض. طلعوا بايدي، بلاش تكونوا مش قادرين يمسكوا، ما مسكوا بسهوله، بس ما بدي اخليه يلتف على ركبتي. يا الهي انه يريد ان يعصرني. شايفين بطل بطل يا ابو؟ لا ارجع ارجع ارجع. لا 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 خلي 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 يترك. ادخل جوا. لا لا ارجع. لوكو قوي يا ابوي، عليها عضلات قوية جداً.